خسرنا دائما المغرب. يعني انا كنشوفوا زعما دار مجهودات بالمقارنه مع الاعوام الاخرى. فعاش الملك وديما اسود الاطلس. المهم اللي علينا حنا لعبنا كره وديما اسود الاطلس الحمد لله. احنا واخا ما خسرنا في المقابله المهم نيكست تايم عاوتاني ان شاء الله. اخويا والله الا لعبوا داروا اللي عليهم تبارك الله عليهم. راه غير الحد اللي ما كاين شاي وتا العيون عليهم تبارك الله عليهم. الله يغفر لهم مساكن والله يعطيهم ما يتمناو في كاس العالم. المهم المغاربه بان يلعبوا اليوم تقاتلوا ولكن الحد ما كانش معاهم. اللعبه كلهم كانوا في المستوى يعني شنا شي لعبه بالديفونس شويه الفرصه اللي جات ماركه فيها البيت مي الحمد لله. حنا شجعنا من هنا كجاليه مغربيه في امريكا 10 عام شنا المستوى ديال المنتخب المغربي كان مستوى جيد. يعني لعبنا كما كنقولوا حنا بنفس يعني لعبنا على التوني وان شاء الله انا متاكد يعني في الاقصائيه ديال كاس العالم وي غانا دو بير يعني غندير احسن. بغيت نقول المصريين كنظن انكم كنتو هازين الهم المغرب لان شي 14 مره وما كيربحوا فيكم. حنا دابا ركبنا في الباص ومن بعد تبعونا في الطياره. اولا بغيت نقول تحيه للاسود وتبقى الاسود اسودا. انا المغاربه لعبوا وتقاتلوا ولكن هذا هي كره ماشي صافو دير لعبتي مزيان غادي تربح كيبقى ضروري شويه الحظ. تحيه للمغاربه